قسم من أعظم القسم يا حبيب الله 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 يا حبيب الله يا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا وقبل كل شيء إنا لله وإنا إلى راجعون ومن القلب الخالص كانت من العائلة المرحوم يعني الصبر والسلوان لأنه الحاج حميد الهزاز أولا كتربطنا بواحد العلاقة منذ زمان يعني إحنا الجيل اللي جينا من بعد الجيل اللي عاشوا هو خاصة في ديك الفترة اللي كانوا فازوا باللقب اللقب الوحيد كأس إفريقيا للأمم وحصلنا بطبيعة الحال الشرف حنا الجين ديالنا واحد العدد من اللاعبين اللي لعبنا يعني ضد هذا الحارس العملاق وقلت لك منذ ديك الفترة حنا كتربطنا يعني بعلاقة يعني علاقة قوية جدا واشتغلنا بزاف في العمل الجمعوي وكذلك يعني في المؤسسات محمد السادس الأبطال الرياضيين حميد احتل يعني احتل في هذه الساعات قبل يعني الوفاة ديالو هو يعني مازال حنا معاه في على اتصالات لأنه هو كان من المفروض ينزل عندنا المدينة الدار البيضاء لأن واحد للترويج واحد الكتاب اللي كان دارو يعني في ساعات مبكرة البارح سخنا الخبر ديال الوفاة ديالو صراحة كيف قلت كنا يعني كنا دخلنا نوع من كبير من الحزن بالفراق ديالو لأن كيف قلت لك صعيب صراحة باش تفقد واحد الصديق من القيمة ومن الحجم ديال الحاج حميد الهزاز. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك بأن الأسرة الرياضية والمغربية فقدت أحد الأعمدة وأساطير الكرة المغربية الحاج الهزاز. نطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته وأن يسكن فسيح جنانه وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. حاج حميد الهزاز التاريخ الرياضي كيشفع عليه باش يكون احد الاساطير ديال الكره المغربيه لعب كاس العالم ديال 70 لعب العاب اولمبيه فاز بكاس افريقيا في 76 دار رئيس ديال المغرب الفاسي دار رئيس مكتب المديري ساهم في العاب القوى يعني من ناحية الرياضية يعني عطاء ومازال ساهم في بزاف العطاءات الرياضية ف يعني اليوم الكرة الفاسية والكرة المغربية بصفة عامة فقدت واحد الأب روحي كان أخ وكان أب وكان صديق في نفس الوقت كان رجل نكتة وما تكون مقلق تهضر معاه ينشطك فهمتيني وكان دائما فرحان ودائما ناشط احنا لحد الان بكل صدق ملي كنفكر كنقول واش الحاج توفى ولا مازال لقيت رساله نصيه في الهاتف ديالي ولقيت المكالمات ماشي تفاجئنا لانه هذا قدر الله سبحانه وتعالى ولكل اجل كتاب والانسان كيدوز حقه في الدنيا وكيتوفى الله عز وجل
يعني كيف كيقولوا والدينا الفراق اللي صعيب، واحد الشخص دائما كنت كتشوفو معاك في لافونداسيون في الاعمال الخيريه اليوم افتقدناه. الحياه هي هذه، نطلبوا من الله سبحانه وتعالى مره اخرى باش يرحمه ويرحم جميع اموات المسلمين.